يا هند، ازيك يا امير؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا وفاء؟ ازيك يا هند؟ احكي لنا يا هند، ايه التفاصيل اللي عندك؟ والله ابدا دي شهاده حق طبعا. من فتره جدا انا كنت داخل انتخابات النقابه وكنت بكلم زمايلي وعديت على وفاء عشان اكلمها، فكان قبليها قبل الانتخابات بفتره كده صغيره ميار كانت بعتت لي رساله كلميني ضروري، فانا قلت في حاجه قلقانه يعني. بعتت لك الرساله دي الساعه كام؟ لا ده الرساله دي انا فتحتها على الماسنجر بعد ما اعرفش تاني يوم تالت يوم ما اعرفش. انا ما بفتحش الخاص كتير. انا سمعته، انا بسالك عشان انا سمعته ان هي قعدت تحاول توصل لك كتير. ميار؟ لا ميار هي كلمتني فعلا، ما اعرفش الرساله دي كانت بقالها قد ايه على تمام كملي يعني. كملي. لما قريتها قلت يا نهار ابيض دي بيبقى في حاجه، فكلمتها كانت ما كلمتها بقى كلمتها كانت الساعه 7:30 8 بالليل يعني. فقلت لها مالك يا ميارتي ايه؟ قالت لي والله انا متضايقه وتعبانه جدا ونفسيا زعلانه وبتبكي. في ايه يا ميار؟ قالت لي انا شايله ذنب يعني هي كلمتك وكانت بتبكي؟ ايوه، وقالت لي بحرقة. انا شايله ذنب بحرقه، اقسم بالله يعني كانت موجوعه جدا يعني. كانت موجوعه جدا صح؟ قوي. قالت لي ضميري يعني بيقلبني. يعني انت شاهده على ده ان هي كلمتك؟ أيوة. وكانت بتعيط وكانت موجوعه جدا ونفسيتها منهاره، صوتها كان عالي، انا اخواتي كانوا قاعدين كانوا سامعين كمان. تمام. يعني الموبايل وانت قاعده لو حد صوته عالي بيسمع. قالت لك ايه بقى؟ اخواتي كانوا سامعين. قالت لك ايه يعني بقى؟ كنت انا في البيت واخواتي كانوا عندي وسامعين الصوت، وطبعا بيخرجوا وييجوا بس سامعين الحديث كله. انا يعني انا بحكي لك اللي تم بالظبط. قالت لي ان انا عندي براءة، دليل براءة وفاء، ومش وضميري بيأنبني وانا بتعب وبعمل عمليات بخش وخايفه اقابل ربنا من غير ما اقول شهاده الحق. قلت لها ايه اللي حصل؟ فهميني، انا عارفه ان وفاء بريئه، ده ثقه. راحت قالت لي انا جالي تهديدات في قضيه وفاء ان انا ما شهدتش معاها بالحق، لان جالي تهديد جواب بذبح ابني، ان انا لو شهدت مع وفاء بالحق ابني هيتذبح، وكانوا بيكتبوا لي حاجات على العربيه ورق، والجواب ده جه من تحت عقب الباب، وجوزي اتخانق معايا وخدني سفرني سوريا. قالت لي الولاد وقالت دول، وقالت في برنامج هم اللي اجبروها تسافر سوريا. قالت لي كده، قالت جوزي سفرني سوريا لان انا ابني كان صغير وجوزي خاف عليه وخاف عليا وحلف عليا ان انا لازم اسافر وسفرني فعلا. تمام. وقالت لي البنات دول قولي بالليل، والمخدماتيه دي ما اعرفش اسمها ايه طبعا، وقفت تحت والبوابه طلعتهم ولا ما طلعتهمش، المهم يعني هي قالت لي انا كنت عندي مناسبه واساسا ما خدتهمش في اليوم ده. قلت لهم لا، قلت لها لا انا مش عايزاهم، ما عرفتش بقى ما قالتليش بقى قصه القراع ولا مش القراع، هي قالت تفاصيل كامله لما طلعت مع. طب وبعدين ولا حاجه، وقالت لي ومش يوم من عندي. وبعد كده عرفت الموضوع بتاع قضيه وفاء بقى ما فيش كام يوم بعديها بس. فانا طبعا بعت يعني وفاء طبعا، هي قالت بعت لها جواب في السجن، قالت لي انا قلت ان انا فعلا شهدة وهشهد وجوزي اللي منعني. ده كل اللي دار ما بيني وما بين ميار. طب انا عايزه اسالك سؤال يا هند، عايزه اسالك اتفضل. سؤال معلش، يعني لما واحده تشوف واحده تانية حياتها ومستقبلها وسمعتها بتتدمر وتسكت مع ان هي معاها دليل البراءه، انا عايزه اقول لك وتسكت معلش وتسكت، انا عايزه اقول لك انا عايزه اقول لك على حاجه. اولا ما حدش عارف الظروف النفسيه اللي كانت بتمر بيها، انا عارفه ان وفاء مظلومه لكن كل واحد ربنا خلق له عقل. هي فكرت بالطريقه دي وهي ندمت وغلطت، واللي معنى ان ميار الببلاوي تحكي لي يبقى هي عايزه فعلا تبرئ وفاء. انا عايزه اقول لك حاجه يا اميره، انا وفاء عشرة عمري وصاحبتي وميار عايزه تبرئها. عايزه تبرئها، ما برئتهاش قبل كده ليه؟ انا عارفه انا مش دلوقتي بس. انا مش ما برئتهاش قبل كده. انا بسالك انت وجهه نظرك ايه؟ انا وجهه نظري ان هي كانت خايفه وكل واحد دماغه. خايفه من مين؟ خايفه على ابنها. من مين؟ خايفه على ابنها. من مين بس؟ من مين؟ الجواب التهديد اللي جالها. جواب ايه بس؟ اسمعيني يا اميره، اسمعيني بس، انا عايزه اقول لك على كلمه. وانا اتناقشت وانا وفاء في الموضوع ده كتير، كل ان ميار طلعت وقالت ده كده يبقى ربنا هو اللي عايز ده وما نقدرش. هي ندمانه على غلطتها، هي ندمانه، الندم مش هيعوض حاجه. واحنا برضو النهارده لما خليكي معايا وفاء، الحلقه اللي عملتيها وكان معاكي
الصحفي المصور الصحفي سيد شعراوي كان المفروض مين الضيف الثالث اللي يجي؟ هي ميار. ميار كانت المفروض تيجي، صح؟ وهي طلبت ان هي ما تطلع مع الاستاذ احمد عبد العزيز عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع تقول الحقيقه. اه عشان تقول الحقيقه معاكي في الحلقه وتعترف ان انا بريئه، بعد ما قالت لهن، بعد ما قالت لسيد شعراوي، بعد ما قالت لناس كتير جدا جدا. طيب جت وما جتش ليه الحلقه؟ ما جتش ليه الحلقه؟ بتقول ان كانت خايفه. خايفه من الحلقه اللي كانت بتتصور من يومين؟ خايفه من ايوه كانت خايفه. طب يا ماشي اوكي تمام. ممكن ماشي. تكون خايفه من السوشيال ميديا، خايفه من الناس ان ممكن تدينها وتبهدلها، فعلا هي خايفه. لا انا عايزه بس يعني خايفه. اه خايفه من رد فعل الناس يعني ان هم هيهاجموها. ده طبيعي يحصل. انا 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 باكد لك المعلومه. قالت ايه؟ انا اقول لك يا اميره قالت ايه؟ قالت انا ازاي محجبه وفي برنامج ديني واطلع هي قالت كده واكتب. ما هي عملت في مداخله عملتها قبل ما تطلع تقول الحقيقه، وهي اللي اختارت الاستاذ احمد عبد العزيز في البرنامج. يعني تختار ايه؟ مش يعني انا محجمه وبقدم برنامج ديني يعني اكتب شهاده الحق ازاي؟ الناس هتبهدلني وهتاكل وشي وهتشتمني. ربنا اراد، ربنا اراد ان هي تقول، ربنا اراد والحمد لله. وانت وفاء قلت لي انا مسامحاها، انت معايا قلت لي انا مسامحاها، ربنا بقى هو ليه بقى حكمه في كده. انت مسامحاها؟ وكل حاجه باوان يا اميره. انت مسامحاها؟ أنا؟ انتي لا مش ثواني يا هند، انتي مسامحاها؟ بصي يا هند، حتى انا لو سامحتها، بصي او ما سامحتهاش ربنا مش هيسيب حقي والله يا امين. انتي قلبك مسامحها؟ ثواني يا هند لو سمحتي، قلبك مسامحها؟ انتي مسامحاها؟ لا يا هند وفاء، انتي مسامحاها من جواكي؟ لا 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 يا امين. خلاص يا وفاء، شكرا يا هند، مشكورة جدا على المكالمة، شكرا. أنا بنفس السرج ده قبل رمضان بيوم في نفس القناة، قلت له في يوم من الأيام قريب ربنا يصلحها، وكنت محروقة، ربنا سمع دعايا. هي خايفة على ابنها وأنا مش خايفة على ابني. عارفه لو من 5 6 شهور من ساعه ما بعت الاستغاثه وكانت قالت يمكن كانت فرقت. الله يسامحها ولا مش عارفه والله، انا جوايا متلخبطه والله يا اميره. ما عنديش حاجه اقولها، انا ضاعت وعمري ضاع وحياتي ضاعت، عليه العوض ومنه العوض، ربنا يديك ربنا يعوضني. مش عارفه هي عارفه هي عملت كده ليه؟ كانت بتنام ازاي؟ خير الحمد لله، الحمد لله هو ربنا ابتلاء، ربنا ابتلاني او حصل لي كده، ربما الحكمه هو يعلمها من الله، لكن في النهايه ربنا اسمه العدل، وحصل اللي حصل وخلاها هي تنطق بلسان الحق واعترفت قدام ناس كتير جدا جدا جدا، الحمد لله في الاخر. كانت بتنام ازاي فعلا؟ مش عارف كانت بتنام ازاي؟ كانت بتنام ازاي وانتي محبوسه؟ لو هي فعلا معاها دليل براءتك كده، كانت بتنام ازاي وانتي محبوسه؟ مش عارفه.